أفر يلا باتنكي ساعدو دي ودن بيتي سومالي لان وحي قادي هاول قرال لغو بيكسان ايو عيد كستا واهي بهان كسو جيدا بيلا هارتي نول امد ديگان كواه ديگان دو ده هاي بي عالي قاس وفنان داير او ديگان هان كسو جيدا قبل كسول حافيس كالانتا سعودال كسومالي لان ادقم حدوديت كواتشالا ايا قربتا هاي بهان وقفاشي لمن اوغا حالك اللي كي يقف على شدي سكديب هاي بي وحاو قصو صفري مغالي دي تكتيقا قلي كي تنبئي مانتا وجيت كسفر كيسا يا كويا كادك محدودات كواتشار سيدا ولو ذا جاي كور سفر كيسا الفنان جمال انكود او يسجل افتقيس وهاي بهان كسو جيدا قبل كسول فنان كايا هاي بقو قدي جاي سفر كا ونشي جاي خطرتا كدلان كرتا سيدا وبرتي سحرير كبرشادة اي فيسبوك وطابعي هاي بي علي قاس وحا وقاتي وقو دنبين قوان وقو سفر يا واتشالي برسل نسيب در روحا وديب رسو حرر يا اصحاب تيسا جيكتيغا ونشي جاي إلا تسعودال كسومال لان ودي سيد دور سوارات والحرر هاي بتعيد ويهي ugu dambeynna waxa la waayay xiriirkiisa balse goobjoogayaal u jeeday dhacdada xilligaasi waxay xaqiijiyeen in haybe lagu qaaday gaari qafilan lamana oga halka rasmiga ah ee la geeyay Soomaaliland ayaa u muuqata in ay si ula kac ah afduub ugu geysanayso dadka haybahan ka soo jeeda beelaha harti gaar ahaan gobolka Sool si tiro u dhow maxabiista SSC Khatuma uga hayso ay gacanta ugu galaan.